أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة
ولا يامر
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أيامكم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم.